عندي 5 اوراق من الفراخ، الكميه اللي انت حباها، حبتين من البطاطس، بصله صحيحه. التتبيله بقى هنتبل الفراخ بتاعتنا ازاي؟ عندي علبه من الزبادي، فصوص ثوم صحيحه او راس ثوم صحيح، ربع كوبايه من زيت زيتون، ربع كوبايه من عصير الليمون، معلقتين كبار من مرقه الدجاج الفوريه، معلقه صغيره من البابريكا، معلقه كبيره من الزعتر، ملح وفلفل اسود. عندي علبه من الزبادي، الزبادي قلت لكم قبل كده سواء زبادي او لبن رايب او لبن عادي بيكسر معاكم الانسجه فبيخلي الفراخ تستوي على طول. حطيت زيت زيتون ونحط الليمون. انا مش مستخدمه توابل كتير في وصفه الفراخ دي لان انا عايزه الاعتماد يكون على الليمون والثوم، فاحنا مكترين شويه الثوم. نعم ليه؟ الثوم المفروم. بصوا بقى انا قلت لكم ان انا النهارده معتمده في التتبيله دي على الثوم والليمون، مكترين شويه الليمون، حاطين ربع كوبايه. مش هيدي معاكي طعم لاذع او حاجه، بالعكس هيخلي الطعم معاكي حلو. بس هقول لكم شرط ان احنا نعمل ايه. هنزل كده بكميه الثوم الكبيره دي، اهي معلقتين كبار مليانين من الثوم، ما تخافيش اهو. طيب الشرط بقى ان احنا مستخدمين ليمون كتير. البصل هنا انا بقطعه مش عايزاه يتقطع يعني رفيع قوي، انا بس بقطعه كده بطريقه عشوائيه. الفرخه كامله زي ما ام سيف كده سالتني طبعا ينفع عادي خالص، بس الفراخ الكامله بتحتاج ان هي تقعد شويه في التتبيله. بعمل بس كده ايه شرايح. طيب معلومه كده بسرعه، انا قطعت البصل والبطاطس قبل ما احط الفراخ عشان ما ينفعش ان انا مكان الفراخ احط البصل والبطاطس. طيب بايدينا بقى هقلب كويس، ويا سلام تسيبيها في التتبيله، الموضوع بيختلف معاكي تماما تماما. الفتحات اللي احنا عملناها دي هعمل ايه؟ اهو كده التتبيله دي واحط بالشكل ده، ريحتها تحفه. بقى ايه نظبط بقى كده نحطها ازاي؟ نحطها بس كده بشكل حلو. بس طبعا التتبيله دي هننزل كده بيها بالشكل ده. طيب احنا ممكن ندخلها كده بالشكل ده، عادي ممكن مفيش اي مشكله خالص. بس انا هعمل حاجه، بصوا بقى الحركه دي، عندي راس توم صحيحه هديله كده يعني قطعه كده. بصوا بقى انا عايزه بالشكل ده بالقشر. بالقشر انا هحطه بالقشر. حاضر اهو تمام بالقشر عادي خالص. هعمل ايه بقى؟ هحطه بقى كده في النص وهجيب شوية من الزيت العادي او زيت الزيتون. انا استخدم زيت عادي بالشكل ده. ورق فويل والفرن يكون سخن تمام. وهعمل ايه بس كده؟ احط شوية مية. بسم الله حاجه صغيره قوي. ونغطي الصينيه وهدخلها الفرن ونطلع فوق. ايه رايكم بقى؟ استنوا هدخلها كده فرن على اعلى درجه حراره اول 10 دقائق، وبعد كده هنهدي النار شويه على 180 وهشيل الفويل. شلت الفويل من على الفراخ كده خلاص علشان تبدا ان هي تاخد لون. يا سلام بسم الله. سامعين يا جماعه صوت ال، انا بس عايزه حاجه كده. اوبا خطيره الصوص كده والحاجات الزبده والليمون نازله، نزلت كده على الفراخ. ايه بس التوم بقى اللي احنا شويناه يا استاذ حمدي بقى، شفتوا لونه كده قبل الفاصل
قبل الفاصل، قبل الفاصل كده نونا ضغطت كده على الثوم، يا سلام لما بيتفرم. بصوا بقى الحركه دي، بصوا شايفين، بصوا يا استاذ حمدي الثوم اهو بيبقى بيوريه، بيبقى مهروس. ممكن بقى ان احنا نحطه على الفراخ، وممكن ان انا بصراحه اعملها كده، يعني ايه، احطه كده على الجنب كده علشان برضو اللي مش عايز ما يحطش